اللي بقى حيرة اش من غريبة دير، جبت لكم اسهل معلكة كتجي تتحمق بالشوكولا والشوفان، غزالة. المقادير غتلقاوها مكتوبين بالتفاصيل تحت، نشوفوا الطريقة. خديت اللوز، تقدروا تاخدوا نصو زنجلان ونصو لوز، درت ليه الكراميل معلقة كبيرة، ودرت له العسل، البيض وماء الزهر، وغنجمع هادشي مزيان، وغنبدا نضيف ليهم الشوفان حتى كيتجمع ليا الخليط، وغنزيد له الكاكاو والخمارة ونجمع. غادي ناخذ الكويرة ونبسطها مزيان في يدي، وغادي نعمرها بالشوكولا. درت الشوكولا غيش باش القيمة الغذائية تكون احسن، ودوزتهم مزيان في السكر كلاصي، ندخلهم الفران، شعل من تحت ومن الفوق على درجة حرارة 180 لمدة ديال ربع ساعة، وها هما واجدين تيجيو تيحمقوا. ما تنساوش واحد لايك لتحت في الفيديو، وقولوا لي كيفاش جاكم، وبارطاجيو مع صحابكم.